صباح الفل على الحلوين، وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله عندنا النهارده جوله بسيطه كده في الوكاله، يوم في وسط الاسبوع، بقالنا كتير قوي قوي ما رحناش الوكاله من ناحيه الاسعاف. يعني دايما كنت بروح لكم كده من سوق الحد من ناحيه ماسبيرو، ونكمل لجوه يعني من النص التاني بتاع الوكاله. قلت المره دي كده اجيب لكم جوله من النص الاولاني بتاع الوكاله، وبسلم عليكم كلكم، بشكركم جدا على كل تعليقاتكم الحلوه وكل دعواتكم الحلوه ليا، ان ربنا يشفيني يعني. وانا الحمد لله بقيت احسن، وان شاء الله هتحسن كمان، واعمل لكم جولات كتير من اللي كنا متفقين عليها. واول ستاند هنا كان قدام مستشفى الجلاء، قدام باب المستشفى على طول كده في ستاندات كتير، ومن ضمنهم الستاند ده كان عليه جواكت كتير ب 250 جنيه، بس بصراحه جواكت حلوه جدا، ك ك ك كواسح يعني، مقاساتها كبيرة وطويلة، وخامتها وتقلها بصراحة حلوين جدا، وسعرهم حلو. ان شاء الله الفترة اللي جاية هتكون فترة تصفيات في الوكالة وفي كل الاماكن تقريبا. كلكم عارفين الاوكازيون بينزل في شهر 2 وبتبدأ كل التصفيات، احنا خلاص شهر 1 بنقوله باي باي يعني. فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هعمل لكم جولات كتير في اماكن كتير في الوكالة، علشان خاطر نشوف بقى التصفيات والاسعار هتبقى عامله ازاي. الجاكيت الكارول اللي ظهره جلد اللي فات ده شكله تحفه، وبجد موديله جميل جدا. تعالوا على الستاند ده هوريكم مفاجاه. الستاند ده 68 جنيه وانا وريتكم ال 60 جنيه على في بدايه الستاند. بصوا الستاند عليه ايه، عليه جواكت كتير قوي جواكت. بصوا الجاكيت ده قد ايه اصلا، جاكيت مقاس كبير جدا، ينفع مثلا امهات، مقاس كبير يعني ما شاء الله وطويل. بصوا الستين جنيه قدام عينيكم، الحاجات دي ب 60 جنيه. الستاند ده في الشارع ده بصراحة بيبقى ارخص شارع موجود في الوكالة، الشارع اللي هو على نصيط الباب الرئيسي لمستشفى الجلاء. الستاند كان عليه بعض الحاجات مش لطيفة، يعني في حاجات جواكت مثلا موضة قديمة قوي ومش عارف ايه، لكن في جواكت حلوة جدا وتمشي جدا عادي يعني، وتمنها 60 جنيه. الستاند ده تمنه 200 جنيه، وكان عليه الجاكيت الفرو ده. فالحقيقة انا شايفة ان الاسعار الحمد لله اهدى شوية. في حفيق او يعني عايزة اقول لكم حاجة، مثلا انا بصور لكم في سوق الحد جواكت ب 75 كتيرة جدا، وبتبقى موجودة دايما قدام محطة ماسبيرو، بس انا هنا بوريكم ان دي جواكت مقاسات كبيرة وخروج وطويلة، ويعني معظم الجواكت اللي بتبقى ب 75 ببقى فيها ديفوهات، وانا بوريها لكم، سواء مثلا فقعة، نتش، التقشيرة في جلد عايز يتقشر كله او كده، لكن دي كلها جواكت كويسة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص. ويعني هي جولة كده بسيطة بسلم عليكم بيها، ونستعيد كده طاقتنا علشان خاطر نرجع بقى نظبط الدنيا ونصور فيديوهات كتير زي الاول. انا عجبني اوي ستايل الجاكيت ده، هو خفيف بس ستايله لذيذ جدا، وده كمان حلو قوي. وطول ما احنا ماشيين كده هصور لكم الستاندات، ده ستاند ب 50 جنيه. كل ده احنا لسه في الشارع، ما دخلناش حتى ناحية الوكالة ولا عند شركة الكهرباء ولا اي حاجة. جينا هنا بقى عند شركة الكهرباء، وبصراحة برضو بيبقى هنا في استندات كتيرة قوي، وما عملناش الجولة دي من زمان ومصورناش الحتة دي من زمان، فقلت كده اخطف لكم يوم وسط الاسبوع جولة تكون خفيفة، عشان انتوا عارفين ان انا لسه مش بكمل طاقتي ولسه تعبانة شوية، واكيد لسه برضو باين على صوتي، بس الحمد لله انا فضلت ان انا اعمل كده علشان خاطر طول ما انا قاعدة انا حاسة ان الدور عمال يروح ويجي عليا كتير، فقلت ايه اغير كده وانزل يمكن الدنيا تظبط معايا شوية. الجاكيت اللي فات كان ب 250 جنيه، وبصراحة كان جميل جدا، عجبني اوي بصراحة. في ستاند هنا برضو كان عجبني ب 65 جنيه، عليه مثلا السويت شيرت الفارو ده حلو جدا، مقاسه كبير، ينفع للخروج او حتى للبيت، بس طبعا انتوا عارفين الحاجة اللي في الشارع تبقى مطربة ومبهدلة بتحتاج انها تتغسل، يعني ده طبيعي. ان انتي هتبصي كمان الجاكيت الاطفال ده جميل جدا، ده كمان الفستان ده لطيف قوي، وانا فكرت كده قلت اشوف شكله لما مثلا يتلبس كجاكيت كات مفتوح كده هيبقى فعلا لطيف ولا لا. والله فكته فعلا وعجبني شكله او بصراحة، وبرده تمنه كان 65 جنيه، من على نفس الستاند اهو شكله هو مفكوك، بصراحة عجبني اكتر كجاكيت كات او بليزر كات كده وهو مفكوك. معرفش ينفع يتلبس كده ولا لا، بس قلت اوريكم ده واوريكم ده. وبرده لقيت البلوفر ده شكله حلو قوي، و
طوله كمان حلو، ولقيت ده برضو على الستاند، السندات بيبقى عليها ميكس انتوا عارفين، حاجات كده مختلفة، سويتشيرتات على روب على دريس، ممكن تلاقي جاكيت فيست كده، يعني كله على نفس الستاند وكله بتمن 1.65 جنيه، ولسه جنب سور شركة الكهرباء. في الجولة دي هوديكم برضو عند ابو غالية، لقيت لكم الستاند ده برضو عليه شميزات، هو كله 800 جنيه، بس معظم الشميزات اللي عليه كلها مبطنة فرو من جوه، كلها شتوي، يعني يبان شكل شميز عادي بس في نفس الوقت عامل زي الجاكيت كده، في طبطينة من جوه كلها فرو. بصوا لو ملاحظين كلهم تقريبا بالشكل ده او معظمهم كلهم كده، هتلاقوهم تقال جدا ما شاء الله. وبصوا حتى ده اهو كلهم مبطنين، عشان كده تمنهم 100 جنيه، ده كمان ستايله تحفة وجميل قوي بصراحة، حاجات في قمة الشياكة. اسفة. كمان الشميز الجينز اللي فات ده شكل شيك جدا. الستاندات لسه ما كانتش الدنيا متلت قوي، لان انتوا عارفين ايام اللي في وسط الاسبوع في الوكالة دي الناس بتبدأ من بعد الساعة 11 ما عدا يوم الجمعة والحد، جمعة وحد بس الناس بتبدأ بدري قوي، غير كده بيبدأوا بقى من بعد 11 براحتهم لان مش يوم سوق يعني. بعد كده جينا هنا اخر سور شركة الكهرباء عند كشك مناع، في استند كده عليه عبايات قطيفة تقيلة ب100 جنيه، تمام. قلت افرجكم برضو عليها علشان خاطر تاخدوا خلفية. بصوا شايفين دي شفناها في المسلسلات العربي كده، بتبقى عاملة زي الفراشة كده، بس بصراحة شكلها لطيف، عاملة زي الستايل المغربي شوية، والناس اللي بتحب الحاجات دي هتعجبهم قوي، تمام. ده استند تمنه 150 جنيه، بصراحة سعره حلو والحاجات اللي عليه جميلة. شفتوا الجاكيت الفرو ده ب150 جنيه، ده كمان جاكيت ب150، وده كلهم بصراحة حاجات حلوة قوي، والسعر برضو جميل جدا ما شاء الله، 150 جنيه. بصوا الجاكيت ده كمان عجبني جدا والله، في اوقات تلاقي الجواكت دي عليها اسعار اغلى من كده بكتير، بس الحتة دي فعلا اسعارها حلوة قوي. الجاكيت ده من احلى الجواكت اللي موجودة على الستاند، تمنه 150 جنيه. وده ستاند، في برضو ستاندات في نفس الحتة هنا هتلاقيها تمنها 15 جنيه، والله عليها قطع حلوة جدا تنفع تحت جواكت او تنفع حتى في البيت او كده، كلها بصراحة حاجات جميلة، والاسعار دي القطع دي يعني اسعارها بتبقى حلوة، ان انت تجيبي كذا قطع كده تستغليهم في سواء تحت جواكت او في البيت. كمان الستاند ده 850 جنيه، عليه بصوا مثلا يعني حاجة زي كده تحفة، جميل جدا، وده قمة في الشياكة بجد، بليزر كات كده وظهره فيه قطع شفافة، بجد شكله جميل جدا وشيك جدا والله، لو مقاسي كنت خدته لاني بحب البليزرات السودا الكات جدا. برضو الجواكت الكات دي تمنها 150 جنيه، كل الستاند ده او كل الجواكت الكات دي كانت موجودة جنب محل الشوزات اللي هو في وش ظهر شركة الكهرباء على طول، او الحته دي عامه بتبقى مليانه استندات كده، انتوا لما تمشوا في الحته دي هتعجبكم جدا، لان بتبقى ارخص اسعار موجوده هنا. دي استندات تمنها 15 جنيه زي ما قلت لكم، عليها حاجات طويله زي ما انتوا شايفين كده، بلوفر كات طويل ينفع تحت بلطو وتحت جاكيت زي ما انتوا عاوزين، يعني هتعجبكم جدا لما تدوروا فيها. وبرده القطع دي تنفع حتى للبيت لو مش هتخرجي بيها، لان تمنها 15 جنيه سويت شيرت زي الفل، تمام. في بصراحه قطع حلوه، في كمان لبس اطفال كتير في الحته دي، هوديكم كمان من هنا هنخرج كده باول مخرج على ايدك الشمال، هنطلع منه عند ابو غاليه على طول، لان ابو غاليه في العماره اللي هي ظهرها لينا دي، هندخل كده ونشوف الدنيا عنده عامله ايه. بصراحه لقيت عنده قطع حلوه قوي، واحلى حاجه عند ابو غاليه ان الاسعار عنده موحده، تمام. الاستندات كلها حلوة قوي وعليها لبس اطفال حلو قوي، الناس اللي عايزة تجيب شتوي للاولاد، الناس اللي عايزة حاجات باسعار هادية، الاسعار هادية في الحتة دي، وجنب مستشفى الجلاء. هنا بقى انا دخلت اول دخلة شمال زي ما قلت لكم من جنب المطعم، مجرد ما نطلع من الممر ده هنلاقي على ايدنا الشمال محل ابو غالية. عايزه اقول لكم ان في استندات هنا كمان كلها ب10 جنيه، كلها
كل الاستندات دي، ودي تاني مرة او تالت مرة الاقي نفس الاسعار في نفس المكان، اللي هي الاستندات اللي ب10 جنيه وكلها لبس اطفال، في حاجة مميزة جدا للناس اللي عايزة تجيب حاجات للبيت بقى، يعني مثلا تركب كده تيشرتات على بنطلونات للبيت للولاد والسعر 10 جنيه بس. الحتة دي حلوة جدا وهتعجبكم جدا، لانها في بنطلونات كتير قوي بيجامات للولاد وتيشرتات تنفع تعملي منهم بيجامات يعني في الحتة دي، وكل تمنهم 10 جنيه. في كمان محلات هنا فكرت كده ان شاء الله ان انا بقى برضو ابقى اعمل لكم جولة فيها، بالمناسبة مش بس لبس اطفال، في كمان بلوفرات وحاجات كتيرة قوي تنفع كبار بال10 جنيه برضو، بس انا بصراحة يعني ما دورتش كتير، يعني انا انتوا عارفين برضو انا لسه تعبانه وكده، فايه الجوله بتاعتي كنت عايزاها تبقى بسيطه سريعه كده يعني علشان خاطر الدنيا تبقى مظبوطه اكتر. تمام، بعد كده زي ما قلت لكم انا هنا على فكره المحل اللي في الوش ده برضو بتاع ابو غاليه، بس كان بيفرش فيه الاطفالي، معرفش ليه كان قافله ماشي، بس ده دايما بيبقى حاطط فيه الاطفالي. بعد كده المحل ابو غالي هنلاقيه على ايدنا الشمال في الوش على طول، كان بيبيع ب200 جنيه، وهو ده عنده سعرين موحدين، يا اما 150 يا اما 200. بيتحددوا ازاي؟ بيتحددوا عن طريق ان هو لو لسه فارش كوليكشن جديد او حاطط حاجات جديده لسه ما باعش منها كتير بيبقى ب200 جنيه، باع وصفى بيبدا ينزل السعر ل150، وكل حاجه عنده بسعر موحد سواء فساتين او لبس عادي اللي هو سويت شيرتات بلوفرات او كمان جواكت وبلاطي، كله كله بسعر واحد. المحل دورين، يعني الدور اللي تحت والدور اللي فوق، والاتنين كلهم بسعر واحد. تمام كده، انا هنا بفرجكم على بعض من الفساتين اللي كانت موجودة. المحل عنده كان زحمة بشكل مش طبيعي، كان زحمة جدا، فعشان كده ما كنتش عارفة اصور لكم اي حاجة في المحل، حتى طلعت فوق وبرضو ما صورتش من كتر الزحمة، يعني هتلاقوني هنا صورت لكم كده بعض الحاجات عندهم واتخنقت من الزحمة بسرعة ومشيت علشان خاطر المكان كان زحمة قوي قوي، بس كان عنده قطع حلوة زي ما قلت لكم النهاردة كان بيبيع ب200 جنيه، وفي قطع كده عامل زي العباية مفتوحة كده طويلة فستان يعني بيتربط كده، بس كانت جميلة جدا هوريها لكم، برضو لونها اسود وفيها فراغات كده بس حلوة بصراحة، انا مش بعرف اوصف قوي، اكيد لما تيجي هوريها لكم برضو ان شاء الله تعجبكم. يعني هي جولة بسيطة علشان خاطر زي ما قلت لكم كده نستعيد ذكرياتنا مع الوكالة، وان شاء الله اعمل لكم جولات حلوة كتير الفترة اللي جاية بإذن الله. هنا كان من كتر الزحمة انا مش عارفة اصور لكم خالص، بس بصراحة هم كان عندهم قطع حلوة قوي قوي قوي، والقطع الطويلة عندهم بتبقى مميزة جدا، والمميز عندهم زي ما قلت لكم انه كله بسعر واحد، بيبقى عندهم قطع حلوة قوي سواء بلاطي او كارديجانات مفتوحة كده وحاجات حلوة جدا، والسعر هو 200 او 150 في الغالب، في الغالب ان هم بيعملوا يوم الجمعة ويوم الثلاث ب200، وبرضو في الغالب بيبقى يوم الحد 100 الا لو فرشوا كوليكشن جديد. تمام، يعني هنا اللي بيحدد السعر الحاجات اللي حطوها امتى، الشغل الجديد اللي حطوه امتى. تمام تمام بصوا ده كمان جميل قوي شيك بصراحه، كان عندهم قطع حلوه كتير، كان نفسي يبقى في فرصه مثلا انا ممكن ابقى اروح لهم في يوم مثلا ما يكونش عندهم زحمه شغل او كده واصور لكم قبلها ولا ايه، مش عارفه ان شاء الله يعني نحدد او نقرر في الموضوع ده علشان خاطر اعرف اصور لكم كميه كبيره من الحاجات اللي موجوده عندهم، لان هم فعلا بيبقى عندهم حاجات مميزه جدا، بيبقى عندهم شغل فعلا مميز، وكمان اكتر حاجة بتبقى مميزة عندهم زي ما قلت لكم البلاطي، البلاطي عندهم بتبقى حلوة قوي. في فساتين برضو جميلة زي الفستان ده ينفع جدا جدا، مناسبة وشيك ولونه تحفة، هو من القطيفة بس في لمعة كده جميلة، وده كمان دي العبال او فستان يعني بيتربط كده من قدام شكله جميل جدا، بس هو طويل قوي عايز واحدة طويلة قوي برضو، وما عرفتش اصور اكتر من كده عندهم، خرجت بعد كده عشان نكمل جولتنا في شارع 26 يوليو اللي بدأناها من عند مستشفى الجلاء من ناحية الاسعاف، لاننا كتير كتير ما رحناش الوكالة من الناحية دي. وهنا عند صيدلية دلمار وعطلة جبت لكم شوية عبايات كده، استند عبايات دايما بيبقى موجود هناك في محل اسمه وسط البلد، والاستند ده بيبقى محطوط هناك قدامه كده قبل الصيدلية على طول، والصيدلية دايما اتميزت بانه قدامها استندات كده عليها زي بيجامات
استند بنطلونات، والاستند التاني بيبقى التيشيرت بتاع البيجامه كتير قوي فرو، برضو بيبقى فيه لبس اطفال وبرضو بيبقى سعرهم حلو. كل العبايات اللي قدامكم دي زي ما انتم شايفين كده كلها عبايات قطيفة بيتي قدام صيدليه دلمار وعطلة على طول ماشي. وفي بعض القطع ممكن تبقى خروج، وكمان بيبقى فيه رواب، يعني ممكن تلاقي في النص فستان روب. كمان استندات الطرح دي قدام صيدليه دلمار وعطلة ثمنه 25 جنيه، كتير قوي قوي، وبكميات وبالوان معرفش جابهم امتى وازاي كل دول. بعد كده حلوين دي اللي هم سلكتات فرو ب 175، وهنا بقى هنلاقي استندات طول ما احنا ماشيين استندات لبس كتير جدا. اليوم النهارده مش مميز بما ان ولا حد ولا جمعه، يوم في وسط الاسبوع، فنقدر نقول مثلا يعني ان هو هيكون لكن يوم ثلاث، فيعني الدنيا برضو مش بتبقى زحمه قوي في الوكاله يعني زي يوم الجمعه والحد. حتى في السندات اللبس هتلاقوها السندات بتبقى اقل شويه من السندات اللي بنشوفها يوم الجمعه ويوم الحد. تمام تمام احنا هنا وصلنا عند الحته اللي بيبقى فيها كشك كده، يعني تقريبا قبل ايه بقى، قبل الصعيدي بتاع العصير بحاجه بسيطه جدا. احنا كده داخلين عند الصعيدي بتاع العصير، بس قابلني الستاند ده ب 200 جنيه وعجبني لون البلطو ده بصراحه، فقلت افرجكم عليه. كمان خامته تحفه ولونه جميل قوي، عجبني قوي وشيك بصراحه. كمان الستاند ده عليه جواكت رجالي، الجاكيت ده برده حلو قوي قوي، ثمنه 250 جنيه بس تقيل كده وحاجه لطيفه يعني. الستاند كله ب 250 مش الجاكيت بس، بس انا اكتر حاجه عجبتني بصراحه ان الجاكيت ده حلو قوي وتقيل ما شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ما اعرفش اكيد باين لكم يعني ان هو تقيل. وانا هنا اهو وريتكم السعر 250 جنيه. بعد كده جينا عند الصعيد بتاع العصير، زي ما قلت لكم احنا بادئين جولتنا من عند مستشفى الجلاء. بعد ما نوصل عند الصعيد بتاع العصير في هنا استندات ثابته عليها بلاطي وجواكت، وهنا احنا بنبدا جولتنا بتاعه يوم الحد من قدام عاصم للاكسسوارات. ده بيبقى حاطط استندات يوم الحد جواكت ب 75 جنيه، ومعرفش هنا ليه كان بيلم الجواكت بتاعته، كنت عايزه اصورها معرفش كان جاي بلديه ولا ايه، لقيته راح لممها كلها. قلت طيب، رحت ماشي عند محل خد اقول لك، كان حاطط استندات برضو جميله جدا وعجبني القطع اللي موجوده عليها، والاسعار 65 و35، اسعار حلوه قوي. بعد كده هوديكم عند خالد حارة راسم علشان افرجكم على العبايات البيتي اللي موجوده عنده، يعني بقالنا كتير قوي برضو ما صورناش العبايات عند خالد. اللي عايز الرقم يقول لي، انا حطيت لكم كتير جدا على المقاطع بتاعته قبل كده، بس اللي عايزه ما فيش مشكله احطه له تاني لو تحبوا يعني ان انتوا تواصلوا معاه. ودايما السعر عنده موحد 75 جنيه، اي عبايه بيتي بيبيعها ب 75، وساعات بيبقى عامل تصفيات ب 50، بس دي بتبقى رفيعه وقصيره، يعني مثلا تنفع بنوتات كده مخيرات لان بتبقى مقاساتها صغيره شويه. زي ما قلت لكم معظم السعر او السعر الثابت للعبايات عنده البيتي 75 جنيه. يمكن انتم مش شايفين كويس من الشمس عشان عامله اضاءه في العبايات، بس هم كانوا بصراحه حلوين والمقاسات واسعه، زي مثلا القطيفه اللي هي بتقلب دي برده مقاسها واسع وجميل، والسعر 75 جنيه بس. ممكن احط لكم ان شاء الله رقمه على المقطع بتاعه، او احطه لكم في اول تعليق للي حابب يتواصل معاه. وزي ما انتوا شفتوا انا صورت لكم عبايات كتير من بدايه الجوله، يعني عبايات عند اخر سوق شركه الكهرباء، وعبايات عند صيدليه دلمار وعطلة، وادي برضو عبايات بيتي عند خالد. فطول ما انتوا ماشيين هتلاقوا موديلات كتير واماكن كتير فيها عبايات بيتي قطيفه. السعر من 100 وده برضو 75 على حسب بقى، يعني هو يمكن اقل سعر بصراحة عند خالد ان هو بيبيع ب 75 جنيه. والمميز برضو ان انت بتلاقي عنده قطع مقاسات واسعة وحلوة، فده حلو برضو. القطع دي برضو جميلة ومقاسها واسع ولونها حلو قوي وستايلها جميل وهي قطيفة. وفي كمان عبايات للناس اللي في ناس متحبش الحاجات التقيلة قوي في الشتاء حتى ولا قطيفة، عنده عبايات برضو قطن، وعنده في النص كده بتلاقي رواب فرو، وبرده عنده المحلات بتاعته فيها لبس عادي جدا كاجوال ولبس وجواكت، وعنده كمان شيلان، عنده حاجات كتير قوي موجوده في المحلات بقى ولبس الاطفال وكده.
بس المحلات للأسف أسعارها مش موحدة، سواء الجواكت أو لبس الخروج كل قطعة بسعرها. فأنا بحب أصور لكم الثابت أو الحاجات اللي أسعارها ثابتة زي العبايات. زي ما قلت لكم العبايات عند خالد تمنها 75 جنيه، تمام. ودي قطعة والله تنفع خروج وتنفع بيت زي ما انتوا عاوزين، يعني شكلها لطيف وألوانها حلوة مع بعض، كحلي مع بينك. والعباية دي برضو كل دول كلهم بصوا قد ايه، وفي ورا لو عينكو جايبة اهي اللي ب50 جنيه، بس زي ما قلت لكم دي بتكون تصفيات ومقاسات صغيرة. بعد كده خلصت عنده طلعت برا الشارع تاني. انتوا عارفين ان خالد في حارة صغيرة كده اسمها حارة باسم، في وش يعني بعد الصعيد بتاع العصير، ممكن تكون في وش محطة تسبيرو قدام شوية، هتلاقوها على ايدكم اليمين على نصيطة محل اسمه المدينة المنورة. لقيت الستاند ده برضو وانا ماشية كده 800 جنيه، عبايات سمرة، قلت اصوره لكم. فلان بصراحة حسيت ان العبايات بتاعته حلوة وتمنها 100 جنيه بس، تمام. كان في ناس بتشتري عليها، بس للأسف العبايات السمرة حظها سيء جدا في التصوير بسبب الاضاءة، لكن انا حسيت ان العبايات دي ممكن تكون عليها حاجة كويسة. وانتوا دايما بتقولوا لي ليه ما بتصوريش عبايات سمرة في الجولات بتاعتك، فقلت اوريها لكم لعل وعسى تبقوا انتوا مثلا عارفين او شايفين كويس انها كويسة. انا بصراحة عجبني دي قوي، يعني فيها تقليمة كده جميلة وكل خاماتهم ما شاء الله حلوة جدا. دي كمان جميلة جدا وشكلها شيك قوي. وبكده انا اكون خلصت الجولة بتاعتي ورجعت تاني لقدام مستشفى الجلاء، وده الممر اللي كنا دايما بندخل منه الوكالة، وده اخر استند صورته كان 58 جنيه، عليه قطع حلوة جدا وتقيلة زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله حاجات جميلة والله، اللي هيروح مش هيندم، هيعجبه حاجات كتير ان شاء الله. الجولة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش يا حلوين لايك للفيديو، ولو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس، واستنوني في جولات تانية كتير ان شاء الله. مع السلامة، واشوفكم في جولة جديدة.